اولا هي مش عارفه انا بسجل ليه، وانا قلت لها تسمحي لي ان انا انزل صورتك على السوشيال ميديا عندي، وهي قالت لي اوكي بس هنقول ايه؟ قلت لها هتعرفي بعد ما نسجل، ولو بعد ما سجلنا ولقيتي ان انتي مش موافقه انا مش هنزلها. حلو كده؟ هقول بس معلومه هي ما تعرفهاش، وانا ليه اصلا سجلت ده، ويمكن دي ممكن تبقى اول مره في حياتي من يوم ما انا عملت جلسات اطلع مع حد كده بصورته وهو عندي في جلسه وجاي لي من سفر. بس هي عملت حاجه هي ما تعرفهاش، يعني فجرت جوايا طاقات حلوه قوي. هي ما تعرفش الا الله. والله، هي ما تعرف، بس انا هفاجئها دلوقتي. طيب، اولا انا النهارده كان عندي فول داي جلسات، وبعدين في موضوع طارئ ظهر عندي فكلمتهم من فتره، قلت لهم كنسلوا كل الجلسات ورحلوهم، بس استاذنوا الناس ورحلوا الجلسات لان في حاجه مهمه عايز اعملها، مهم تتعمل النهارده قبل رمضان، ممكن يبقى رمضان بكره يعني، فهي لازم تخلص النهارده، وكان ناس جايه من سفر وكده وحاجات ليا يعني شخصيه لازم تحصل النهارده، فكنسلوا كل الجلسات. وبعدين انا عملت حسابي وحطيت المواعيد على هذا الاساس، وفوجئت امبارح ان بيكلموني بيقولوا لي لا ده في جلسه منهم جايه مخصوص علشان السيشن بتاعتك وجايه من سفر. قلت لهم طب خلاص يا جماعه، لو قعدت يوم ولا اتنين خلوها بكره حتى في رمضان اول يوم الصبح. قالوا لا ده هي هتوصل ومسافره تاني يوم وجايه عشان الجلسه بس. يا جماعه حاولوا يمين شمال ناجل، مفيش. قلت خلاص انا هرجع بسرعه اعمل معاها الجلسه وارجع، اعمل معاها الجلسه وارجع. فجيت لقيت الاخت العزيزه دي، سالتها جايه منين؟ قالت لي جايه من كفر الشيخ من مصر الحبيبه، محافظه من كبار المحافظات الجميله في مصر، الناس الطيبين اللي بحبهم قوي. وعلى فكره رحت لهم مره عملت لهم محاضره هناك، مش عارف حضرتيها ولا لا، كانت في كفر الشيخ. طيب. المهم وهي بتحكي لي، انا بسالها كذا سؤال كده قبل ما نبدا الجلسه، ففاجئتني بانها قالت لي ان هي ربنا يا ربي يرحم ابنها، ابنها توفي وفي يوم من الايام كان عندها ظرف كبير جدا لدرجه ان ابنها توفي عشان في حقنه ثمنها 20 جنيه ما كانتش قادره توفرها له وتشتريها، فللاسف الله يرحمه ويتقبله دايما يا رب كده من الناس الرائعين، او هو الطفل ده حاجه جميله يعني. فاهتميت اكتر اسمع القصه بتاعتها، وخصوصا واصارحكم القول اهتميت اكتر افهم هي عملت ايه علشان تنتقل من الحاله دي انها تيجي تحجز جلسه وانا جلستي مش رخيصه، وتحجز طيران وقاعده في فندق عشان تعمل جلسه، ايه الدماغ دي؟ فانا عايز افهم دماغها ايه؟ ففاجئتني بحاجه جميله قوي، وقالت جمله هي مش واخده بالها منها. هفكرها قبل ما نسجل، قلت لها اول ما قالت الجمله قلت لها طب بصي انا هفتح الكاميرا واسجل، عندك مشكله تطلع صورتك؟ قالت لي لا. طب هنعمل ايه؟ قلت لها مالكيش دعوه هقول لك بعد ما نسجل. قالت كلمه بجد عملت لي قشعريره من راسي لغايه اصابع اقدامي، ان ربنا خلاني انزل غصب عني قابلها النهارده رغم ان انا عاوز اكنسل وانا اللي عامل فيها المتحكم في كل حاجه، ما عرفتش وجيت لها. حلو؟ وما قدرتش اكنسل جلستها هي بالذات، وكله اتكنسل الباقي، جلسات الصبح وبالليل كله كنسل ما عدا هي. فقالت لي معلومه انها وهي في وسط اللخبطه والمشاكل، قلت فتحت المصحف وشفتي الايه اللي بتتكلم على ايه؟ اللي بتتكلم على ان احنا انت قلت لي من شويه ربنا جعلنا ان احنا خليفه. ايوه. ازاي انت يا رب احنا كلمه خليفه دي؟ يعني انا عندي ابني خليفتي في البيت، فخليفتي في البيت يعني بيحمل اللي انا بعمله وزياده شويه، تمام؟ مدياله واثقه فيه لدرجه ان انا مدياله مفاتيح البيت فيقدر يدخل الاوض ويعمل عارف مكان الفلوس بيعمل كل حاجه، خليفتي في البيت بمشي وانا مطمنه، فازاي ابقى خليفه وازاي ابقى عايشه العيشه الوحشه دي؟ فانا بفكر كده، قلت لا انا خليني كده ايه، هاخدها خطوه خطوه، اشوف هي عملت ايه وايه اللي وقع عندها وايه اللي لسه ناقص علشان تبدا تمسك التراك اكتر بكتير جدا. لسه بفكر في ده من غير ما اكلمها، لقيتها بتقول لي وانا متاكده ان انا جايه من عندك وهطلع بحاجه كبيره. هي ايه؟ انا ما اعرفش، انا اتهبلت بقى. ايوه بجد. انا ساعتها جسمي اشعر ان انا بفكر فيها جوه كده، حاسس كأن في
معلش مش عارف اقولها زي كان، ربنا بيقول لي اهتم بالاخت دي، انا جوايا لقيت امر كده جوايا، انا هقف جنبها وهساعدها بكل ما اوتيت من قوه، وهديه مني ليها الجلسات الجايه يا ستي من غير ولا مليم. بس انا بفكر كده والله العلي العظيم، لقيتها بتقول لي وانا عارفه ومتاكده ان انا يعني هطلع من هنا بحاجه كبيره قوي، فانا جسمي ساعتها اشعر لازم اطلع ده على السوشيال ميديا الناس تعرفه، وافاجئها وافاجئها بان انا كنت بفكر في الفكره دي ان انا هساعدها وهكمل معاها جلسات لغايه ما توصل ليها كل اللي هي عايزاه، ولما ترجع مصر هتابع معاها يوتيوب قصدي زوم، ولو رجعت مصر هقابلها عشان تابع معاها خطوه بخطوه لغايه ما توصل اللي هي عايزاه، وده هيبقى هديه مني ليها. فقلت افاجئك بيها على الهواء، انت تستحقي. وفي يوم من الايام باذن الله قصتك انا عايزه اطلعها للناس واقول لهم انت بداتي من الصفر ازاي وقعدتي تتدرجي لغايه، يعني قالت لي كمان وهي بتتفرج شافت معلومات على اليوتيوب من المجانيه، كانت محاضره ايه اللي شفتيها؟ انت المشروع. كون انت المشروع عايزكم تشوفوها، هي 3 ساعات وربع من خلاصه معلومات مهمه في الحياه، لما بدات تطبق مسك التراك عرفت تعمل فلوس، عرفت تشترك في الكورسات، عرفت تطبق انها تحجز جلسه وتحجز فندق وتيجي طيران عشان تعمل جلسه وترجع تاني مصر. حي. انا بس بسجل ده دلوقتي عشان انا يعني متنبئ ليها نجاح اكبر مما هي تتخيله في دماغها، فانا قلت اسجل الفيديو ده علشان انا بعد كده اقول والله العظيم انا عارفها دي بس دي انا عارفها ان شاء الله. انا متفائل بيكي فوق ما تتخيلي. ربنا يوفقك يا رب ويفتح لك وبكي على الدوام يا رب ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب.